رقم 33 و400 و1000. عن أنس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون يحفرون الخندق في غداة باردة، فقال أنس: ولم يكن لهم خدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما الخير خير إنما الخير إنما الخير إنما الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال فأجابوه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا أو لا نفر أبدا. نعم، إذن هكذا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد أبدا وألا نفر أبدا، وإنما نحن معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو وصل بنا الأمر إلى الموت. رقم 38 و400 و1000. عن أنس قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، خرج فاستشار الناس فأشار عليه أبو بكر، ثم استشارهم فأشار عليه عمر فسكت. فقال رجل من الأنصار: إنما يريدكم. قالوا: يا رسول الله، والله لا نكون كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن والله لو ضربت أكبادها حتى تبلع برك الغماد لكنا معه. نعم، إذا ننظر تصريحهم بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يتكلموا، ولكن طبعا السبق دائما لأبي بكر، من يسبق أبا بكر؟ ثم تبعه عمر، أنه سيكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الأنصار: ماذا حالكم؟ فما كان منهم إلا أن صرحوا أنهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى لو وصلت ما وصلت من الأماكن فنحن معك يا رسول الله. طيب، رقم 44 و400 و1000. عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا حمزة قال: قالت الأنصار: يا رسول الله، إن لكل نبي أتباع، وإنا قد تبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. فدعا لهم أن يجعل أتباعهم منهم. قال: فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى، فقال: زعم ذلك زيد. نعم، إخواني في الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهم الأنصار أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من هو تبع لهم، لذا قال الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. 47 و400 و1000. عن زيد بن جارية أخبر قال: أنه كان جالسا في نفر من الأنصار، فخرج عليه معاوية فسألهم عن حديثهم، فقالوا: كنا في حديث من حديث الأنصار. فقال معاوية: ألا أزيدكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. نعم، إذن من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. رقم 48 و400 و1000. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار أو نزلت بين أبويها. إيش يعني أو نزلت بين أبويها؟
الأنصار من أهلكم، أن الأنصار من أهل الأمان، فهم أهل حفظ وشرف ويحفظون الضيف، فاعتبروا أنفسكم منهم، وأنكم لو المرأة نزلت كأنما نزلت إيش في بيتها. 49 واربعمائة وألف. عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني أنت شو اللي شايفه سوف ترى بعد ذلك أثرة. ما معنى أثرة؟ نعم، أنك سوف تجد أقواما يستأثرون بأنفسهم المصالح والمناصب والأماكن والمناطق والمكانة، ويعطونها لأقربائهم، لمعارفهم، لأتباعهم. إذن ما هو المطالب؟ إذا رأيت هذا الصبر عليك إيش؟ بالصبر.